بعد الأستاذ ياسين عندنا الشركة الثانية، الشركة الثانية اللي هي شركة الأهلي للخدمات الرياضية، السيد الوزير يحيى راشد برضه هسيبه مع حضراتكم هيقول برضه وجهة نظره ورؤيته ومجلس إدارته، ثم أرجع لسيدكم. السادة السيدات أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أتشرف أن أقدم نفسي، أنا يحيى راشد رئيس مجلس إدارة الشركة النادي الأهلي للخدمات الرياضية، وهي واحد من أهم إنجازات مجلس الإدارة في عام 2021 والمتضمن إنشاء شركات التابعة للنادي الأهلي وما يتفق مع قانون الرياضة الجديد. شركة النادي الأهلي للخدمات الرياضية هي شركة تقوم على تقديم جميع الخدمات لجمهور وأعضاء النادي الأهلي وجميع الفرق الرياضية والأنشطة الرياضية التابعة للنادي الأهلي. هناك العديد والعديد من الأفكار التي طرحت لتفعيل هذه الشركة للخدمات بصفة عامة، والخدمات السياحية والفندقية والترفيهية والاجتماعية. في هذا العام تم تأسيس الشركة وجاري استكمال مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي الخاص بالشركة، ولكن بالفعل تم البدء في تفعيل نشاط الشركة في عدة مجالات، ويتم إضافة باقي الخدمات تباعا حتى نتمكن من تقديم مستوى الخدمة المطلوبة والأداء المشرف الذي يتماشى مع اسم وعراقة النادي الأهلي. نقوم حاليا بالخدمات المطلوبة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، من تنظيم رحلات جماعية لأعضاء الجمعية العمومية، وتنظيم سفر وإقامة الفرق الرياضية للمشاركة بالمسابقات الرسمية، وتنظيم معسكرات الإعداد الخاصة بالفرق الرياضية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تم تنظيم سفر فريق تنس الطاولة رجال وسيدات للبطولة العربية بالأردن خلال الفترة من 16 إلى 24 أغسطس الماضي، وتم تنظيم سفر فريق كرة اليد رجالي إلى المغرب لمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية خلال الفترة من 21/8 إلى 4/9 من هذا العام. كذلك تم تنظيم معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم ببرج العرب من 16 إلى 25 سبتمبر، وكذلك تم تنظيم سفر بعثة كرة القدم إلى النيجر للمشاركة بمباراة ذهاب دور 32 لبطولة أفريقيا لموسم 21/22 خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الحالي. مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق، ونحن بصدد استكمال تفعيل باقي الخدمات في الأجل القريب، أملين أن نحظى بدعمكم ومساندتكم الدائما لننجح جميعا معا. الحقيقة برضو احنا كمان بنشكر جدا سيادة الوزير يحيى راشد ومجلس إدارته، وهنا يمكن نقطة مهمة زي ما حضراتكم شايفين كده ان هم ابتدوا الشغل، يعني الشغل ابتدى. كمان الأستاذ عمرو شاهين مدير التنفيذي لشركة الكورة مضى الأسبوع اللي فات عقدين لأكاديميات كرة خارج مصر، بس أنا هسيب بقى الشركة هي اللي تعلم عن الكلام دوت، لكن دوت مضى خلاص يعني، حتى وياسين بيه بره، ولكن هو الشركة شغالة، ده اللي أنا كان قصدي. بس أنا عايز أقول هنا بقى بالنسبة لشركة الخدمات، يمكن الناس نشرحها شوية علشان الأمر دوت. إحنا في خلال الأربع سنين دولت كل سنة ألاقي النادي الأهلي بيصرف من ميزانيته حوالي يمكن ما يقرب من 70 مليون جنيه سفريات وانتقالات قامات ورحلات للسادة الأعضاء وحجز فنادق يعني وحجز طيران خاص، ما يقرب من المبلغ ده. فالنادي الأهلي بيطلع 70 مليون جنيه يروح حاططهم مع شركات أخرى. طب ما نعمل إحنا الشركة بتاعتنا، والشركة بتاعتنا هي اللي تاخد المبلغ ده هنا، بس ما تشتغلش بقى بس على أعضاء النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي أو الألعاب في النادي الأهلي، لا كمان تطور ده للشغل بقى إن شاء الله مع جماهير الأهلي. بمعنى لو كان في جمهور كنا ممكن، أو السفرية اللي فاتت لو كان عرفناها بدري كان ممكن يبقى في حجوزات لقطاع من جماهير الأهلي تطلع مع فريق معاهم، عشان منها بقى هتجيب لنا سعر الطيارة اللي احنا بندفعها يعني.